جزء يعني أننا سنساوم على أجزاء أخرى. فلذلك سقف المغرب يجب أن يكون سقف المطلب عالي في هذه المسألة، وهو أن يطالب كما كانت الحركة الوطنية تطالب باسترجاع جميع المناطق وقرطبة والجزر، وكذلك يجب أن تصحح مسار الدبلوماسية المغربية والحسابات السياسية. فنحن من خلال التاريخ الذي تلقينا نعلم على أن الحركة الوطنية كانت تطالب بأن يكون استقلال تام وواحد لجميع مناطق المغرب، وليس استقلالا بالتكسير. وظهر في الأخير على أن هذه المقاربة بالفعل كان لها عيبها ومآسيها على وحدة المغرب. أؤكد وأطلب من الجميع والتلميذ أننا عندما نتحدث عن هذا الموضوع يجب أن نتحدث عن وحدتنا الترابية، وهو كان هناك ذكاء في وضع العنوان. العنوان لم يقل تطورات آخر.